اخبار الفريق بقى نتكلم فيها شويه. الاهلي يبدا الاستعداد لوادي دجله بمران صباحي بكره، يعني النهارده راحه بالنسبه للفريق الاول بعد مباراه الامس، وخصوصا ان انت عندك توالي في المباريات وضغط كبير جدا في المنافسات المحليه والافريقيه، محليه سواء دوري وكاس وهكذا دوري ابطال افريقيا. فيوم او 24 ساعه راحه مهمه جدا للاعبين، وبكره باذن الله تجمع الفريق هيكون الساعه 10 صباحا في مقر النادي الاهلي بالجزيره استاد مختار التتش، وبعد كده المران هينطلق في تمام الساعة 11 صباحا عشان يكون طبعا ايه بداية الاستعداد لمباراة وادي دجلة اللي هتكون يوم الاربع اللي جاي الساعة 7:30 مساء. كمان برنامج خاص للاعبين للتخلص من الاجهاد، وده من خلال توماس بينكل مخطط احمال الفريق الاول لكرة القدم بالنادي، هيجهز برنامج بدني خاص للاعبين للتخلص من حالة الاجهاد العضلي بعد المشاركة في مباراة بني سويف في كأس مصر والهلال السوداني في دوري ابطال افريقيا. الجهاز الفني طبعا بقياده فايلر بيسعى لتجهيز اكبر كم ممكن للاعبين، وده بيبقى امر مهم عشان الكل يبقى متاح يعني على قد ما تقدر، وتقدر تتعامل كمان مع المباريات المختلفه اللي بتواجهك. يعني بالنسبه لصالح جمعه، صالح جمعه بينتظم في مران الاهلي بكره. صالح الفتره اللي فاتت كان بيعاني من اجهاد في العضله الضمه او شد خفيف كده، وتخلص خلاص من الام العضله الضمه واصبح جاهز جاهزيه تامه للمشاركه في التدريبات الجماعيه، ومشاركته في التدريبات الجماعيه هتكون من خلال مران الغد باذن الله تعالى. برضو خبر من ضمن الاخبار المهمه، دكتور خالد محمود بيقول ان بالنسبه لمحمود متولي التئام تمزق العضله الخلفيه المتولي تم بشكل جيد، وبعد اسبوعين هيبقى في اشعه اخرى للتاكد من الالتئام بشكل تام، وان الامور ماشيه بالنسبه له في الطريق الصحيح، وان شاء الله خلال الفتره الجايه او من بكره هيبتدي الجري حوالين الملعب، وبعد كده يعمل بعض التدريبات التاهيليه كتجهيز لي للمشاركة بإذن الله تعالى في التدريبات الجماعية. محمود متولي من اللاعبين المميزين جدا، واللي كان واضح امبارح في الحقيقة في المباراة حماسه الشديد وهو بيتابع المباراة من استاد الأهلي بالسلام. يعني نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي، نتمنى كل اللاعبين يكونوا جاهزين عشان إن شاء الله يكون في خيارات عديدة متاحة للجهاز الفني يقدر يتعامل مع مختلف التحديات اللي بتواجهه. بالمناسبه الاهلي خلاص هيقابل الترسانه في دور 16 من بطوله كاس مصر، بعد ما الترسانه فاز في مفاجاه من ضمن مفاجات بطوله الكاس على انبي امبارح بركلات الجزاء الترجيحيه بنتيجه 4-3. طيب ماتشات النهارده سريعا قبل ما ادخل في بعض الامور، يعني ماتشات الدوري الانجليزي